في آخر التطورات مشاهدينا، أيضا وسائل إعلام تابعة للنظام السوري، وهذه الأخبار العاجلة تردنا الآن. عدوان إسرائيلي بعدد من الصواريخ استهدفت حي كفرسوس السكني في دمشق. للمزيد من طبعا هذه الأخبار معنا من إدلب مراسل العربي خالد الإدلبي. خالد أهلا بك معنا، أي معلومات متوافرة خالد حول هذا الاستهداف؟ ونحن نتابع هذه الصور، هي صور أولية من دمشق قبل قليل، يبدو لي هذا الدمار الذي خلفته الصواريخ في حي كفرسوس السكني طبعا في دمشق، وهو في قلب العاصمة السورية دمشق. نعم أحمد، قبل قليل شن الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة جوية استهدفت أحد المباني بالقرب من مدرسة البوادر في منطقة كفر سوسة في دمشق، هو حي تنظيم كفر سوسة. هذا المكان للتذكير في عام 2008 بالقرب أيضا من هذه المدرسة تم اغتيال عماد مغنية في هذا المكان أيضا. المعلومات الأولية تشير إلى وقوع عدد من الإصابات. وعلى خالد عذرا على المقاطعة، فقط يعني أقاطعك وننوه ونشير إلى هذه الصور، هي صور أولية من دمشق لهذا الاستهداف، تفضل خالد. نعم أحمد، في عام 2008 تم استهداف عماد مغنية في نفس هذا المكان تحديدا بالقرب من مدرسة البوادر في هذه المنطقة. المعلومات الأولية تشير إلى وقوع عدد من الإصابات بعد وصول سيارات الإسعاف إلى المكان ونقل المصابين والضحايا باتجاه المستشفيات. حتى الآن لا معلومات رسمية مؤكدة عن وقوع ضحايا أو عن عدد الإصابات في هذه المنطقة. في هذه المنطقة تنشط قوات أو قيادات إيرانية في هذا المكان، وأيضا قيادات تبع لحزب الله في هذه الأحياء حي كفرسوسة والمناطق المحيطة به. كان هنالك تحليق لطائرات على ما يبدو إسرائيلية في أجواء هذه المنطقة قبل الاستهداف. أيضا في الأيام الماضية تم إخلاء عدد من المقرات في منطقة كفرسوسة وفي المناطق المحيطة. يذكر أنه هذا الاستهداف هو ليس بجديد على مناطق ريف دمشق بشكل متكرر، هنالك استهدافات لمنطقة السيدة زينب وأيضا لبعض المناطق بسبب انتشار القوات الإيرانية في تلك المنطقة. تحرك القوات الإيرانية من ريف دمشق ومنطقة دمشق باتجاه الحدود، باتجاه منطقة القنيطرة في الحدود مع المناطق المحتلة في الجولان، وأيضا هي منطقة ربط أيضا مع قوات حزب الله المتواجدة في لبنان. حتى الآن هذه هي المعلومات الواردة من المكان. قوات النظام بدأت بضرب طوق أمني في محيط المنطقة لمنع بعض المدنيين القادمين من المناطق القريبة إلى منطقة كفرسوسة من الوصول إلى مكان الانفجار. طبعا هنالك تحذيرات أيضا لإخلاء بعض المقار. قوات النظام أرسلت تحذيرات لقواتها المتواجدة في محيط المنطقة تخوفا من أي استهداف جديد قد يحصل خلال الساعات القادمة. أيضا في محيط السيدة زينب الآن هنالك يتم عمليات إخلاء لبعض النقاط والمقرات تخوف من حملة قصف إسرائيلية جديدة للمواقع والمقرات العسكرية في محيط مدينة دمشق. أيضا في منطقة دير الزور، منطقة الميادين التي يتم استهدافها في كل مرة، بعض المصادر الميدانية أكد أنه منذ صباح اليوم وحتى الآن هنالك تحركات على القوات الإيرانية. تم إخلاء أيضا بعض النقاط وتغييرات دورية في هذه النقاط بين الحين والآخر تخوف من الاستهدافات إن كانت إسرائيلية أو أمريكية لهذه القوات المتواجدة على طول الخط من مدينة دمشق وحتى منطقة دير الزور التي تعد أو يعد خط الإمداد الرئيسي للقوات الإيرانية من العراق إلى سوريا ومنها إلى لبنان.